طب يلا شبيك. ليش تعطيك نص الطريق؟ بدنا نلاقي باركينج، فهنلاقي صف ما عم لاقي صفي. ما بدها صفي، ما هي حي الطريق، يا حي بتطلع على هاي وبتصف قدام المحل هونيك. شو عم يعذبني؟ ترويتنا اليوم وين؟ منقوشة حبيناها، حبيتوها، منقوشة روعة كانت، نالو أنا وربيع اكتشفناها وهلأ رجعنا مع الولاد. اسمه غطاس، عنده منقوشة، ومش بس هيك، عندهم بلاديجور، وعندهم ورق عنب، وعندهم إشياء كتير تانية. ترويتنا اليوم عند غطاس. اليوم عم نعمل هلا مفرومة حشوة للكبة، وعم نسلق اللقطين، وبنا نطبخ اليوم مغربية بامية وفريكي بالدجاج. هلا في عنا نحن كبة سمائية، هيدا صحن جديد هلا بتشوفوا بنعمله سوا. وبالعادة بنعرف الكبة بس اللي هي كبة لحمة، بس عندنا هون هي كبة اليقطين محشية بالجوز وفي بالخضرة. أكيد اللحمة ما في، كل شيء بنباتي، في عنا بالجوز وفي كبة يقطين بالخضرة المحشية سبانخ بصل حمص. في سماق وفي دبس الرمان معه. جوز وبصل مع دبس الرمان وسماق بلدي طبعا. كاستر. هذا الكاستر. لا 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 كله هون. نحن في عنا ثلاث عجينات، ثلاث انواع عجين. عجينة المناقيش، في عنا عجينة الزيت اللي هي للفطاير السبانخ، وفي عنا عجينة السمرة اللي هي للدايت، وهيدي كلها هيدي الاصل. هاي كبة اليقطين بالجوز وهي كبة اليقطين بالخضرة، سبانخ وبصل حمص وسماق بلدي. قبل ما نبلش خلينا نحكي جد، خلينا نحكي جالس. خلينا نحكي جالس ونخبرهم عن هالمنقوشة الجبنة اللي أكلتها مرة الماضي. يا باب سوبر طيبة. أول شي جبنة حطينا لها بندورة، صارت طيبة 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 طيبة. تعشقوا مع بعضهم.
عجينة طيبة، بيستعملوا عكاوي 100% ومش مخشوش، بندورة طازة، وهيك بتبلش طلع طلع لونها، طلع وقفتها، شم ريحتها، عطر طيب. لا طيب التقينا بغطاس مرة الماضي وجينا لهون وأكلنا وانبسطنا وضحكنا وتعرفنا على الشباب فوق، فيديو كتير حلو فيكم تحضروه على يوتيوب. فت حس حالي بالبيت، فت على المطبخ، أهلا وسهلا رجعت. هيك مرة الماضي أنا ما تصورت، مرة الماضي نسيت هاي، مرة الماضي نسيت هاي، شو رأيك نطبخ هيدا اليوم، شو رأيك نعمل هيدا اليوم؟ وفعلا بيعملوا شغل كتير 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 نظيف ببيض الوجه. اليوم رح نفرجيكم الطبخات، رح ناكل نحن والولاد، رح نقعد سوا مع بعض نفرجيكم شو بيعمل غطاس. بوشيات ذا بيست، منقوشة وطنية لبنانية محض، وأكلات الماما مثل ما لازم يكون. رجعنا على المطبخ، شو عنا هون؟ عنا الكبة السمائية. هلأ الكبة نحن هذو عملناهم كريات، عم نسلقهم شي 10 دقايق بعدين بنعمل لهم الطبخة. قبل بمرة بلشت من هون وقلت لكم طلعوا من المستشفى وراي، برجع بعيد زيت الحديث، نظافة، ريحة اللحمة بتفتح القلب والشهية، سوبر نظيفة، شباب هون عروي، محبة، عطاء، تسلية، موسيقى فيتلون إياها حق علي، والنظافة بشكل مش معقول، الطبخات من هالميل، كل التحضيرات من هالميل، كل شيء بنعمل فريش، ما في شيء بيجي من برا. وإذا ما بتعرفوا صار عندهم داين إن أوبشن، يعني فيكم تجوا تقعدوا تطلبوا تاكلوا منقوشة أو تاكلوا طبخ، ومثل ما شايفين كل شيء بنعمل إن هاوس. هلا بيحبوا البصل عم شوفوا يمين شمال يعني، بس بسيب بسيب. شاحنة، شفت ورقة الغار؟ المصفاية بنصفيها من الزيت مشان تنشف منيح للحشوة. بيزا بيبروني. هاي الكبة عادية، ايوه، بس نحن هاي برم كريات، بس هاي لها خلطة غير الكبة الراس او الكبة العادية. مكوناتها من ترانشات بصل مع دبس الرمان وشوية السماء، تصير اسمها كبة سمائية. هاي اخترعناها بالمحل. الطبقات اللي عندنا اياهم المغربية، الرز وبامي، البامي البلدية طبعا، والداود باشا، وفي عنا الفريكة، الفريكة البلدية اللي بتشم ريحة دخنة القمح فيها. حطينا البصل، قلناهم شوية حتى تبصر رمان، حطينا السماء، خليهم يغلوا هيدا الصوص للكبة السمائية. عملتها من تلت ساعة ونطرت، طلعوا كبعها طري من نص ساعة أو من تلت ساعة. زعتراتها حرزانين، رح نتليلهم الأرض مثل ما شفتوا. عجينتها بعدها كتير طرية وبعدها طيبة كأنها انعملت هلأ. راجع الزعترات فرجيني كيف حياة التلت ساعة. صورناها من شوي، طلعنا على المطبخ، طبخنا، رجعنا، زعتر، عجينة، بس مش الوحيدة بتضلها هيك، معظمة، تحدية رائعة. ما في واحد ياكل على رواق. انت قلت نجرب، مش انت هيك قلت له لازم يجربوا يشوفوا كيف بدأ. نجرب نجرب انا والاكاونتس تبعي. صحة وهنا. هيدا الي. احنا وسعنا المنيو، صار عنا الصحن اليومي، صار عنا شوربة، صار عنا ديسير، في عنا كتير سلطات وكذا ميزة، وبعد في واصلين on the go، فناطرينكم تجوا تتغدوا تتعشوا عنا. كمان صار في عنا قاعدة جديدة
صغيرة مهضومة، مش إنه كتير فانسي كمطعم، بس إنه حبوبين كأنكم بالبيت. ميزون غتاس اليوم تستقبلكم على الترويقة، على الغداء، على العشاء. نحن فاتحين من الساعة 8 لساعة 10:30. وأهلا وسهلا. هي سماقية ليش؟ هي كبة معمولة بولز وبقلبها دبس الرمان وشوية سماق. شكلها طيب وحموضتها رائع. حمص؟ حمص حمص و هيك أنا شفت المغربية وضعت سوري. حمص مغربية أصيلة، شوية دجاج، عزبي بشوية فريكة. يلا أكلات الجبل كله مصلى صار هون. يعني مش بس فرن، مش بس نقيش. شكلها هيدا الكبة هنا أصلا معروفين بالكبة، بس هاي شكلها حياة ال الفريكة مثل ما بحبها. لا لا الفريكة مش معقول. تعمت ال لك هاي. لا هاي. لا بيش دوقها. لا بدك دوقها. لا ما بيصير. طب دوقك من عندك. حلوة الفكرة كتير. آه مش محشية. لا بو يعني كيف بيعملوا شو بيقولوا له داوود باشا بس كبة مش كثير طيبة. رائعة رائعة رائعة. واو جود جوب فيري جود جوب. بمحل فرن ميزون غطاس صار عنده بادي جور فيري سمبل، مش مفزلك مش مفلسف. طعمة القديمة، طعمة هيك العادية، honest food. يعني ما راح توفي معنا اذا كل مره بدي اجي على دبي بدي اعمل لهم زياره واكل عندهم، مش راح ندوق عند حدا تاني، بس بيستاهلوا. انا قصه المنقوشة كيف تاكلها بعدين مثل ما هي، مثل كان حدا عمل لك سحر. ايه ليش الجبنه مع بندوره شايفه اطيب من لا لا عدا عن هيك، بس عن جد لانه نحن مشكلتنا اللبنانيه بنشتري من ايش بنوصل على البيت بحطبه بنكبهم. صح. ف والفريك الفريك الفريك اخوات هيدي الكبه بسماء. لا 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 المغربية. كل واحد ستيلو شي بس هني كلهم طيبين. يلا see you next time.